كريم، رأيك إيه؟ رأيي إيه في إيه؟ أها، في الفيلا كريم. يا أبو دي مش فيلا، ده قصر، قصر من الجنة. المهم عجبتك؟ اللي عجبتني بس دي كبيرة قوي. انت كان يعني خدتلنا شقة محندقة كده تلمينا وخلاص وتبقى حلوة، والفلوس كنت اشتغل بيها. لا، انا كان لازم اعيشك في مكاني ليك بيك يا كريم، اعيشك في احسن مكان في مصر عشان ما تحسيش انك صرت حاجة وما تجوزتي. طول ما انا معاك عمري ما اخسر ابدا، كفاية ان انا كسبانة قلبك. يلا ست كريم، يلا يلا بقى خلاص. مش أنا يا نسيم، البيت اللي عشت بيت أمي ما هفضل. مش قادرة مسك حقنك كويس. يلا بينا يا جماعة، يلا بينا. مش قادرة أمشي. خلصت كلمة، يلا. قول لي يا محروس. أؤمرني يا سيد الناس. أخبار البلد إيه؟ تمام الحمد لله، كله ماشي. بيتحدثوا في إيه؟ بيقولوا إيه؟ بيرغوا في إيه؟ لا ولا حاجة، بيتكلموا يعني عن الأسعار والحاجات اللي غليت وحاجات زي كده يعني. بس كده؟ يعني مفيش حاجة شغلهم؟ لا مفيش. يا باشا قول لي أنت بس عايز تعرف إيه وأنا هكرر لك على طول. مش عايز أي حاجة يا محروس، مش عايز. غور من وشي. يا باشا قول لي وأنا غور. هتكون راحت فين دي؟ ايه الاخبار؟ لا طمني، هي بقت كويسه وزي الفل. الدكتور طمنا عليها وقال ان هي ممكن تطلع النهارده. وهي صحيه دلوقتي؟ لا احنا سايبينها نايمه ومعاها الخاله جليله. ما تيجي بقى نبص على الشقه عشان ماما تطلع من هنا عليها على طول. ماشي يلا بينا. هنزنكم. مالك في ايه؟ كل اللي بيحصل لامك ولينا ده من تحت راس عمك ومراته. أمك أول ما خرجت من الفيلا وبصت عليها وقعت من طولها. بس أنا بقى مش هاهدى البال ولا هرتاح إلا ما أرجع حقك وحقي. طب تعالي بس الأول نطمن على ماما. أمك أول ما تعرف إن إحنا هناخد حقنا هتقوم جري. صدقيني والله يا زينب أنا عارفة كريمة كويس أوي. حاسة إن هي اتكسرت قدام الناس دي، ده اللي واجعها وتعبها. طب يلا تعالي. يلا ثانية واحدة. انتي هتكلمي مين؟ هكلم حسن. كلي يا حبيبتي. والله ما عارفاش هودي جمالك ده فين يا ست فريدة. انا بقول نقول لمروان. اوعي يا ست فريدة. فريدة ايه؟ واحد فين دي؟ فريدة يا نهار اسود. في ايه مالك؟ خليكي زي ما انتي. انا عارفاهم كلهم واحد واحد وعارفه قلبهم الاسود. ما تخافيش الا مروان. وحياتك انتي ده اولهم. سيبك من الطيبه اللي بيبان فيها دي، ده وقت الجد تلاقي شطان. ست فريدة سايقة عليك النبي ما تجيبي له سيرة. ما تخافيش.
كل ايديه. دخلت يعني في عز النهار اهو ولا همك اي حد؟ حد شافني. لو حد شافك ايه المشكله يعني؟ مش احنا متجوزين؟ بس متجوزين في السر. انا بس مش عايزاك تحط الامور دي في دماغك وتطمن. اسمعي، انت ما طلعتيش النهارده. هطلع اروح فين؟ يعني اي حته. اي حته زي ايه يعني؟ يعني ما رحتيش المقام مثلا؟ انا ما طلعتش النهارده خالص، حتى كنت عايزه اجيب شويه طلبات بس كسلت. طب قولي لي اخبار البلد ايه؟ ايه الاسئله دي؟ اخبار البلد المفروض اني اعرفها منك، مش انت اللي تعرفها مني. انا 24 ساعه في الشغل ومش عارف البلد بيحصل فيها ايه. يعني ما فيش اي حاجه، يعني بيتكلموا في ايه؟ حكايتي ايه؟ ما تقول لي انت عايز تعرف ايه وانا اقول لك على طول. مش عايز اعرف اي حاجه خلاص. الله، انت جاي في ايه وماشي في ايه؟ خلاص. عرفت بقى انا عايزك ليه؟ ايه عرفت، بس انا جيت لك قبل كده وقلت لي ملك الصالح انت يا عمده. كنت متضايق، مش طايق اسمع كلمه من حد. ايه يعني انت دلوقتي عايزني اقول انك انت خدت الارض من ابوك بيع وشراء؟ ما هو ده اللي حصل فعلا. لا بالبق كلام، لكن لا فيه ورق ولا فيه فلوس اندفعت. احنا من ميت الورق هو اللي بيحكمنا. لا، الحاجات دي يا عبد حكيم بتبقى عاوزه اثباتات. يعني ايه؟ يعني انا ماليش راي الموضوع ده بالذات، ماليش راي فيه. الراي راي المحاكم، المحاكم بتبقى عايزه تشوف عقود ومستندات وكلام مظبوط. زي عثمان يعني اسيب الارض تتبعتر؟ لا، بس الحكايه دي عاوزه ترتيب. امال انا جاي لك ليه؟ ما هي جات لي قبل منك. كلامك مش عاجبني، شامم ريحه مش مريحاني. شوف يا عبد الحكيم، اللي العبد الله كتير، ومش معنى يعني ان ابوك الله يرحمه قال لك يا عبد الحكيم خلي بالك من الارض وراعيها معنى كده ان الارض تبقى ملكك، لان ما عكاش عقد متسجل. كلامك ماسخ. اهدى بس، امال يا عبد الحكيم كل حاجه ولها حل. انا عارف انك انت خايف على الارض، خايف البنات ياخدوا الارض وبعد كده يتجوزوا وبعد كده رجالتهم ياخدوا الارض ويبيعوها وتبقى الارض اللي ابوك تعب علشانها تروح اوانطه. انت مش فاهم حاجه. لا، تلاته بالله العظيم انا فاهم، وتلاته بالله العظيم انت كمان فاهم، بس عامل نفسك مش فاهم. لا فاهم يا عثمان، فاهم واللي انت عايزه، والبلد كمان هتبقى معاك تعمل اللي انت عايزه. خلاص، يبقى نشرب الشاي احنا التنين، عشان احنا التنين فاهمين يا فاهم. الشاي يا بت. يا شهد، في ايه؟ انت ساكته ليه؟ ما قلتليش رايك يعني. مش عارف. هو ايه اللي مش عارف؟ بس انت مش فاهم يا عزت، انا حاسه كده ان انا مش هعرف اعيش هنا. انا زي ما اكون كنت عايشه في بحر وهتيجي ترميني في الترعه دي. ايه ده، انت مكبره الموضوع ليه كده؟ هي الشقه حلوه وكل حاجه، بس بصراحه كده اوضه واحده في الفيلا اللي احنا كنا عايشين فيها بالشقه دي كلها، انا مش عارفه اوصف لك اللي جوايا. ياه، انا ما كنتش متخيل ان الموضوع صعب قوي كده، وما كنتش متخيل ان انت تفكري بالطريقه دي بصراحه. تعرف يا عزت، انا لو كان في حد جه قال لي ان انت هتعيشي في الشقه دي كنت عمري ما هصدقه ابدا. ماشي، على العموم هو وضع مؤقت كده لحد ما نشوف حل مع البنك. مفيش حل، انا عارفه الوضع كويس. لا اله الا الله يا بنتي، ان شاء الله ربنا يوجد الحل. انا مش متفائله خالص. في ايه يا شهد؟ ايه التشاؤم اللي انت فيه ده؟ وانا اللي كنت بقول عليك ان انت اكتر واحده في اخواتك هتتفهم الامور وتستوعبها. مش هكدب عليك، انا كمان كنت فاكره كده،
كنت فاكره ان انا هعرف اتاقلم على الوضع، بس كل ما امشي خطوه واشوف الوضع على حقيقته احس ان انا مش هقدر. اقول لك على حاجه؟ اتفضلي. انا حاسه كده ان انا مش هعرف اروح الشركه اللي انا بشتغل فيها. حاسه الناس هناك هتبص لي بصه مش هتعجبني. اصل انت مش فاهم، انا كنت بشتغل وانا مش هاممني، كنت بشوط في الكل وما كانش حد يقدر يقول لي تلت التلاته كام. كلهم كانوا عارفين ان انا بشتغل عشان مزاجي مش عشان المرتب والفلوس. انما دلوقتي طبعا الوضع اتغير. تقصدي يعني ان انت لو نزلت الشغل ما هيصدقوا يشمتوا فيكي؟ طبعا. يبقى العيب فيك انت مش فيهم هم. العيب فيا انا يا عزت. تلاقيك انت كنت بتعمليهم من فوق قوي. بقول لك ايه، لا فوق ولا تحت، انا مش هروح الشركه دي تاني. والله العظيم انا ما مصدق الضعف والياس اللي انت فيه ده. هو انت مش واخد بالك انا كنت عايشه في ايه وهعيش في ايه يا عزت؟ الوضع صعب جدا، مفيش حد يقدر يستحمله. خلاص يا شهد، خلاص ابوس ايدك. خلاص اتفضلي بقى دلوقتي اتصلي بريتال ولا زينب وقولي لهم ان انت شفت الشقه، ولو عاوزين يشوفوها ننزل نجيبهم دلوقتي. على فين؟ انا كنت جايب شويه عصاير حاططهم في الثلاجه، اقوم بقى اجيب حاجه نشربها نبل رقنا ونبلع الكلمتين اللي انت قلتيهم دول، بحر وترقع و... ايوه يا زينب، ايوه الشقه حلوه. طيب هعدي عليك انا وعزت عشان ناخدكم. ماشي، سلام. نادية، نادية، وتعب روحك ليه؟ ما كنت تسيبني لحد ما اموت، يمكن امك ترتاح. بس وعزة جلال الله، اللي حصل ده ما هيعدي، وانا اللي هاخد طاري بيدي. يا ابن امك، انتم يا نسوان، انت اللي فاكره نفسك ملك الناس وبتتحكمي فيهم، وحياه اللي جابك محاسيبك لا انت ولا العانس اللي مش لاقي حد يعبرها ولا ليها سعر. اكفري خشمك، يلا روح اضرب ابوك. هروح يا اخوي، وانت فاكرني هقعد لك هنا دقيقه واحده؟ انا بس عاوزاهم يعرفوا ان انا مش هسيبهم. مش هتسيبي مين يا بنت؟ ده لولا مروان حب على يدي كنت سبتك جوا لحد ما تفطسي. ليه؟ فاكره اني هفيه؟ طب لعلمك محدش هيربيكي في البلد دي كلها غير انا. ناديه، انت طالق. انت الرجال، وانت فاكرني طالعه من الجنة يا خي؟ في داهيه ولا يهمك، هجوزك ست ستها وتملا لك البيت صبيان. خلاص يا عم، خلاص مش طلقتها، مش انت كنت عايزه كده؟ والبيت ده تهدي فوق نفوخي، وجيت انا المسخر. مش انت يما؟ مش انت اللي قللت من قيمتي قدامها؟ عايزه ايه تاني؟ عايزه ايه يما؟ قولي ولا هعمله. تعلي حسك قدامي، حقك عليا. ما عنديش حسي، بس لازم تعرفي الكيد اللي جواكو هيخرب البيت وهيخلينا ناكله في بعض. أنا بكيد لها دي آخرتها. كيف ما أنا مخنوق، مخنوق. ماشي يا نادية،
فاكرة إنك غلبتيني وعايزة تتهني بعيشتك؟ لا والله، ده أنا حمرر عيشتك. بتبصيلي كده ليه؟ عايزة أعرف كلمتيني ليه؟ هو أنت يعني سايب البلد وقاعد هنا ليه حسن؟ قال لك إن على طول قاعد في البرد. بس أنا يعني لاحظت حاجة بس عجباني. واللي هي؟ في البلد صعيدي صعيدي، إنما هنا خواجاتي بجد. إمكانيات. بس ما قلتيش برضو يا ريتال، عايزاني فين؟ عايزة أعرف أبوه خلع إيده مننا ليه؟ وعايزاه يعمل إيه يعني؟ إيه ده؟ إيه الرد البايخ ده؟ هو انت مش ابن عمي وهو عمي واحنا في مصيبه؟ ايوه، وهو ممكن يساعد لكن مش هيرمي نفسه في المصيبه وياكم. اه انت ندل بقى. حاسبه على كلامك عشان انت من النوع اللي بيغلط من غير ما ياخد باله. ماشي حسن. طيب هو انت مش ناوي يعني يبقى ليك بيزنس هنا؟ والله بفكر. بتعرف ان انت ممكن هي تبقى ملك؟ كيف يعني؟ يعني هنا غير البلد عندكم خالص، هنا ممكن تعمل فلوس كتير قوي. بس في حاجة أهم. وإيه هي؟ البلد دي يا سيدي بقى ما بتمشيش غير بحاجتين، الفلوس والعلاقات. يعني كمان لو أنت معاك حبة زيادة عن أي حد ممكن تركب الكل. طب ليه ما عملتيش أنت؟ عشان عمك زي أبوك، بيفكر بنفس الطريقة اللي بيفكر بيها أبوك، مش عايز يمشي خطوه لقدام. اللي يعرفه احسن من اللي ما يعرفوش. طب مش احسن ما يخسر؟ ما هو لما دخل في حاجه ما يعرفهاش جابكم الارض. عشان مش دارس، مش فاهم، وفي الاخر خد على دماغه. بعدين حذرناه 100 مره قبل كده. انت عايز ايه من الاخر يا ريتال؟ المجابله دي ليه؟ مش عايزه حاجه حسن، عايزك بس تسال عليها. انت عارف ان احنا خلاص ما بقاش لينا حد ولا حتى قرايب، وانا بقى متاكده ان امك مش هترفع السماعه وتسال علينا ولا حتى تطلبنا. على فين؟ عندي مشوار مهم لازم الحقه. استني هوصلك. لا لا ما تعبش نفسك. كيف ما تعبش نفسي؟ اقعدي ناكلوا لقمه ونقوموا سوا. تربطني زي البهيمة في الزريبة عشان أبقى أقول لك إن دول ناس دون، ما تبقاش تقول لي لا. طب ومروان؟ مروان؟ مروان واقف يتفرج ما عملش أي حاجة، وفي الآخر رمى عليا يمين الطلاق. إيه؟ يعني طلقك؟ أيوه، كله من الحياة اللي اسمها جبرية. أنت فاكر إن في حد له كلمة في البيت؟ ولا حد يقدر يقول آه ولا لا؟ هي اللي ماسكة كل حاجة، هي اللي راكبه ومدلله رجليها. بس انا بقول لك اهو يا ابوي، انا مش راجعه البيت ده تاني لما السما تطبق على الارض. ومين قال لك انك هترجع البيت ده؟ وحقي يجيني ذهبي وعفشي ومؤخري، يجيني لحد عندي، وهي لازم تتربى ويتعمل فيها زي ما اتعمل فيا. وهو لازم يعرف ان الله حق، وعبد الحكيم اللي ماشي في البلد وعامل فيها سبع الرجال، لازم البلد كلها تعرف ان مرته هي اللي ممشياه، هي اللي بتقول له شمال ويمين. اخص على الرجال اخص. على فين؟ اروح لهم. طب انا جايه معاه. لا، انت تقعدي هنا، ولو السما اتطبقت على الارض ما تدخلوش بره البيت ده واصل. هتعمل ايه؟ مالكش صالح انا اعمل ايه؟ انت فاهمه ولا لا؟ اوعي. ايه اللي هيجي لك رصاصه في قلبك يا بعيده؟ والله لا تحزم وارقص في الشارع ولا يهمني ايتها حاجه. هي اللي غلطان. سيبك من الغلط والصح، ما ينفعش تقول دي غلطانه ودي مش غلطانه. ده شغل حريم، هتحط نفسك في توهه ومش هتخلص. يا حاج، امي ما كانش لازم تعمل كده، وبصراحه الحكاية بقيت مسخة. وانت كمان ما كانش لازم تطلقها. الطلاق مش عشان اللي حصل، انا تعبت وقرفت يا حاج، ما
مليت من كلامها وطولة لسانها، من نكدها اللي في البيت على طول، هي اللي وصلتني للطلاق. أنا ما عدتش قادر أتحمل. يعني أنت مش عايزة تاني، مش عايز ترجعها؟ يا مين دي مش هترجع يا عبد الحكيم؟ عبد السلام، تعال يا أخوي أقعد. أقعد هي. اللي حصل ده مش أصول. أنا لو مديها الكلب في الشارع ما كانش حصل اللي حصل ده. وليه الغلط بس يا عبد السلام؟ الغلط راكبك أنت وولدك ومرتك. اللي حصل ده كبير قوي ومش هيعدي. طب اهدى. اهدى نروح المكتب ونتكلم. حد الله بيني وبين أي مكان أنت فيه من النهاردة. بقى أنا أديكوا بنت عشان تصلوها تقوموا تبهدلوها. هي اللي غلطانة. تيجي تقول لي. وأنا أقطع رقباتها. إنما اللي عملته جبرية دي لا عاشت ولا كانت. بالراحة عبد السلام، بالراحة علينا شوية. إيه؟ زعلت إياك أما جبت سيرة الهانم اللي طايحة في الحريم اللي في البيت كله. إيه؟ اللي مالية دماغك يا عبد الحكيم، اللي ماشياك وراها. أنت كده بتكبر الموضوع والحكاية مش هتخلص. لا خلصت خلاص يا عبد الحكيم، وحق بيتي أنا هاخده، واللي حصل ده مش هيعدي، واللي عملته جبرية هيتعمل فيها. شوف يا عبد السلام، أعلم في خيلك اركبه. يبقى اركبك أنت يا عبد الحكيم. أنا غلطان، اتكلمت مع واحد زيك. طب ايه رايك بقى ان انا مش هسكت على حق البنت، فاهمني؟ وجبريه دي انا هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليها. خلاص خلصنا. انت تسكت سكت خلاص، مش عايز اسمع حاجه. اسكت كيف انت تسوى ايه في صور الرجاله؟ انت مش عارف اي حاجه. اوعى تقول لي اي حاجه غلط. انت لما تخلي يا امك تحبس مرتك وتعدمها العافيه كنت فين؟ انت كنت فين؟ يلا يا مروان، اصلها مره ناقصه ومش رايا اللي يلمها. صدق انت عايز قطع لسانك. خلاص يا ابوي، خلاص يا ابوي. يلا يا ولدي. كف بكف، بس الكف اللي هديهولك يا عبد الحكيم مش هتقوم منه وصل. خش يا بنتي. بالراحة. نورتي البيت يا كريم. بيتي الحمد لله. بيتي ما راح خلاص يا جليلة. ما تقوليش كده يا كريم. ولا راح ما بيرجعش يا أختي. إن شاء الله حيرجع، إن شاء الله حيرجع. بس ريحي. تعالي. يا ريتال. أنا يا ماما. أنا يا حبيبتي. أنا يا روحي. خدي يا زينة. إيه دول يا خالتي؟ دول تنزلي تشتري بيهم دكرين بط يكونوا حلوين، وشوية مخلل وسلطة ورز نتغدى بيهم. أنا على لحم بطني من الصبح. أنت لسه بتحبي البط يا جليلة؟ هو في حد ما بيحبش البط يا كريمة؟ ما شاء الله يا زينة. طيب يا خالتي حاضر، أنا هطلبه دلوقتي حالا. لا تطلبي ايه؟ انت لازم تنزلي وتنقيهم انت نقاوه. يلا اتحركي. حاضر يا خديجة، انا عرفت انت عايزه ايه. حاضر. انا عن اذنكم. هيا اختي شوف اختك. منورة يا خالتي. الله يخليك يا حبيبتي وبعد هلك يا كريمه. ناوي على ايه؟ ناوي على ايه في ايه بس؟ انت عارفه انا قصدي ايه؟ ولا ما انا عارفه اعمل ايه؟ مش عارفه. سامحني يا رب، مش كنت انا اللي رحت وهو فضل مع بناته بدل الحوسه والكارثه اللي انا فيها دي؟ ما تقوليش كده يا كريم، ما تقوليش كده. ما تخليش ضعفك يبان قدام البنات ويكرهوا الدنيا باللي فيها. طب دبريني يا اختي، ممكن اعمل ايه؟ تعملي ايه؟
عليكي وعلى المحامي. قومي محامي. يا لهوي دي فضيحة يا جليلة. أقف قدام عبد الحكيم في المحكمة؟ نقف قدام بعض وإحنا أهل؟ لا يا أختي ما أقدرش أعمل كده، ما أقدرش. أيوه تقفي قدامه في المحاكم. وهي المحاكم اتعملت ليه؟ مش عشان أخد الحق والمستحق؟ وبعدين يعني إذا كنت خايفة من الفضيحة هو ما خافش منها ليه؟ بقول لك يا كريمة، اعملي اللي في مخك يا بنتي وإحساسك الصح، وحافظي على حق عيالك، حق بناتك. وإذا كان هو ما رعاش الأصول نرعيها إحنا ليه؟ اللي في الخير يقدمه ربنا يا أختي. بس لو أعرف المخفية مفيدة غلط على فين؟ ماشي لما ترجع يا مفيدة، إن معلقتك من ودانك عشان تروحي وتغيبي وما تقولي ليش. هتمشيها يا أما. همشيها وشغل البيت من يعمله، ده شايلة البيت كله على راسها. بس ترجع مكسوفة الرقبة. شوف الأكل جوه. فتحي على فين؟ مالكيش فيه. ماليش إيه؟ طب بص يا حلو أنت، قبل ما تطلع قبل ما تنزل لازم تقول لي رايح فين وراجع متى، والا والله ما هدخلك البيت ده تاني. طب والله يا شمس يا بنت عبد الحكيم، يمين على ايمانك لو ما بطلتي السم اللي بتنقطيه من بقك ده لاخرك معايا قلم على وشك هيعلم ما يخرج. ده الشجاعه اللي هبت عليك فجاه دي يا سبعي؟ او كده اذا كان عجبك. ما عجبنيش. عنه ما عجبك. كان يوم اسود ومنيل. طيب طب والله لا اقول لابوي وتلقى وعدك بقى يا سبع البرمبه. انا مش متخيله ازاي هنعيش الشقه دي. التمرد اللي نزل عليكي مره واحده ده امال فين انك تقدري تعيشي في اي مستوى؟ مش ده كلامك برضو؟ ايوه بس انا ما تخيلتش يعني الحكايه هتبقى كده. امال تخيلتي ايه يا ست شهد؟ ان الشقه دي هتبقى 500 متر؟ انك هتفتحي كل اوضه تلاقي فيها تكييف؟ ولا هتلاقي خدم وحشم يخدموكي؟ لا مش قوي كده يعني، بس مش من الفيلا للشقه. عشان تعرفي ان انا كان عندي حق. عندك حق في ايه؟ عندي حق في ايه؟ الفلوس وهي معاكي ملهاش قيمه. لما تطلعي 1000 واتنين تديهم للبواب ولا للسواق عشان يدعيلك وتحسي انك عملتي حاجه كويسه. انما بقى لو مش معاكي هتبقى هي الدنيا وما فيها. اقول لك على حاجه انت مش واخده بالك منها يا حلوه؟ ايه؟ العلاوات والمكافئات اللي كنت بتسيبيها للفراشين والموظفين اللي عندك تلاقي نفسك دلوقتي بتجري وراها، بتجري ورا 100 ولا 2. فاكره زمان لما كنت بترجعي مستغربه قوي ان الموظفين بيجروا ورا 10 ولا 20 جنيه؟ اديكي في الاخر هتبقي زيهم. انا مستحيل ابقى زيهم. ليه مستحيل؟ مش كان من المستحيل برضو انك تقبلي تعيشي هنا واديكي عايشه؟ عشان تعرفي ان انا كلامي كله كان صح. لسه برضو عايزه تتجوزي عزت وتعيشي معاه في نفس المستوى؟ اسكتي بقى الله يخرب بيتك. ما تخرب يا اختي، هو لسه ما تخربش. وحياتك انتي انا اللي هرجع العز ده كله. انتي هتكلمي مين؟ حسن. انا عايزه اعرف بقى ايه موضوع حسن ده. حسن ده يا ستي الواد الصايع اللي في عيله عمك، اللي فاكر نفسه البنات كلها بتجري وراه بالمشوار، اللي عايز يفكه من كل ده ويعيش بالطريقه اللي هو عايزها. يا سلام، وعرفتي كل الكلام ده منين بقى؟ ان شاء الله هي نظره واحده وحياتك جبت اخره. ايوه يعني من الاخر كده، عايزه منه ايه؟ مش فاهمه. هتجوزه. ده انت مجنونة. مجنونة ليه؟ هتجوزه واخد اللي وراه واللي قدامه. اسكتي، امك لو عرفت هتبقى كارثة. انا مش مستنية اوامر من حد، اللي في دماغي هعمله خلاص. يا بنت تهدي شوية، انت مالكيش كبير ولا ايه؟ كفاية عليك يا عزت يا اختي. عزت؟ اه عزت، اللي كنتي بتحبيه عشان كان معاكي ومليانة، اللي كنت فاكره انك هتتجوزي اللي بتحبيه وهتعيشي معاه في القصر وفي البيت الكبير اللي ابوك سايبهولك، والفلوس اللي كنت فاكره ان هي مش هتخلص، صح ولا لا؟ Thank you.
يا مروان، ايه الاخبار؟ مش وقت وحياه ابوك. انا عايز اعرف اللي حصل، لقيتوها ولا حصل ايه؟ راحت فين بنت الكلب دي؟ انا متاكد ان روحها طلعت. حاضر حاضر يا مروان، سلام. هنعيش ازاي هناك بس يا ماما؟ زي الناس. اسكتي خالص. اسكت ليه ان شاء الله؟ اللي امك بتقولي هو الصح على فكرة، والحاجة جليلة موافقاني على رأيي، صح يا حاجة؟ صح، لازم تروحوا تقعدوا هناك حتى ولو شهر. وشهري ليه؟ ما نقعد على طول. على طول ايه بس يا جماعة؟ طب شغلنا وحياتنا. شغل ايه؟ ناخد اللي لينا وبعدين نعمل احلى شغل. ولا انت ناوية يعني تفضلي شغالة عند الناس وحاطين ايدهم عليكي؟ بقولك انت وهي، الصدمة اللي انتوا خدتوها من الشقة دي هتتصدموها اكتر لما تقفوا في طابور الموظفين تستنوا مرتبكم كل اول شهر. مش هيحصل. لا هيحصل. في الموضوع ده بالذات بقى ريتال عندها حق. ايه اللي بتتكلمي فيه انت كمان؟ ازاي هنسيب هنا ونروح نعيش هناك؟ احنا اتربينا وعشنا بشكل مختلف تماما عن الناس دي. الحياه هناك صعبه جدا. ما حدش قال لك عيشي زيهم. عيشي بالطريقه اللي انت عايزه تعيشي بيها. ازاي بس يا ماما؟ ما احنا دلوقتي هنروح نعيش معاهم، يبقى اكيد هنبقى زيهم. هنروح يعني هنروح؟ ماما انا اسفه، انا مش هروح. انا بقى هروح. وانا معاك يا كراميل. انا مش عارفه اعمل ايه بصراحه. تعملي ايه؟ مش هتيجي ولا خايفه تبعدي عن حبيبي القلب؟ حبيبي القلب مين ضر اخر؟ اتلمني. اللي هنعمله دلوقتي أهم مليون مرة من اللي هيتعمل بعدين، لأنه أخذ الحق حرفة. مش لازم نفكر كتير ولا نجري كتير، وإحنا بندور عليه.